والإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلق في حق الله عز وجل، فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك ولا ينبغي، بل قد نقول لا يجوز أن تحدث الناس بما صنعت من المحرم أو ترك الواجب، لأن هذا بينك وبين الله. فإذا كان الله قد من عليك بالستر وسترك عن العباد فلا تحدث أحدا بما صنعت إذا تبت إلى الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يفعل الإنسان الذنب كما جاء في الحديث، أن يفعل الذنب ثم يصبح يحدث به الناس، يقول فعلت كذا وكذا إلى آخره.